ما زلنا مشاهدينا نرصد لكم فعاليات ما يتم في العملية الروسية الأوكرانية، حيث دعا منذ قليل الرئيس الأوكراني الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. الخارجية الأمريكية بلينكين بحث مع نظيره الإماراتي العمليات العسكرية على أوكرانيا. التلفزيون الرسمي الأوكراني: كييف تطلق إنذار بعد الضربات الصاروخية الروسية عليها. رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: عملياتنا العسكرية هدفها وقف التهديدات الأوكرانية. تاس الروسية: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك وجولجوفكا في إقليم دونباس. الرئيس الأوكراني: يجب أن ندفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. نائب وزير الدفاع الأوكراني: وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقعها في 4 جهات رغم التفوق العددي الروسي.